السلام عليكم حبايب قلبي في فيديو جديد. قبل ما تبدا الفيديو لا تنسى تذكر الله وتصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو، والذي ما قد اشترك في القناه يشترك. وخليكم مع الفيديو. انت كذاب. نحن واحد من ترويشه انزل غير خمته فوقنا ساعد دجاجه وارجع اتروش. قصتك رسبك بن صف خامس وذا الحين شد عيد السنه مه؟ بالضبط، وعاد احضر الماجستير في صف خامس. ما هو ذي البرد من الصبح؟ أنا مع الواحد يبرد على قلبه إلا بالشاهي، شرب له ثلاجة شاهي ربع، يمكن إلا شربه. نزل واجدني ولا عنده، نزل الفلبي، جلس هنا، جلس، أجلس، وبعدين كفلك اليوم جلس هني وأنت كل يوم جلس هني. قل المهم، مين معاه؟ فين أنت؟ وين أنا يا عصر صنية؟ جني. يابا، أنا مقول ذاكر لي. ما قال كمي؟ شاني ذاكر لك اليوم؟ إنك كفلك اليوم ذيت شاني ذاكر لك. يابا أشيك ذاكر لي قد النتائج عاد لعنا اليوم. استلم النتيجة شاني ذاكر لك اليوم. الله والعقل أمنة عبقري. وبعدين يا ولدي كيف تشتاني ذاكر لك وأنت جالس أربع سنوات بنصف خامس؟ أربع سنوات وأنت بنصف خامس وحنا نفحر عليك نفحر، جالس تأكل الحروف أكل وما رضيك تحفظهن. مي زبر لك أنا؟ ذاكر لي حتى الحروف، أهم شيء ذاكر. ذاكر لا ولا يهمك، لا ذاكر لا. ذاكر لك احسن مذاهره وجنبي ذي السمي حرم. لا عندك عليك لا طاب الراس، ها لا ما عند عيونك ذي المزعله ترجع كذية. فهمت؟ يلا رجع يا ولد، ردد بعدي زي النه. يلا اسن اي 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 او اي او شكر ريح قلبي. باسن بابي يا بي بابي بو بابي بو. تاسن تاتي يا تي تاتي تو تي تو تو. طيب بجني ورع صل على النبي يا ولد. ذبابة مين ذبابي يا ولد؟ اقول لك نزل الصندال، خلني اقرأ زي الناس. تعبك قلبي اربع سنوات من صف خامس. اربع سنوات ايوه اربع سنوات من صف خامس. خمس يابا انغمت. خمس سنوات يا ولدي، خمس سنوات من صف خامس. انت شو تقرع قلبي؟ ايوه بس للمه تقول اربع للمه. خلاص خمس سنوات علشانك وفارح خمس سنوات. اسمعني يا ولدي، انا كنت شفتك تطلع رجال متعلم، تطلع زي العالم ابن سينا. يعني ما تعرف من هو العالم ابن سينا؟ ايه اكيد اعرفه، ومنو ما يعرف العالم ابن سينا؟ ها ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليك يا ولدي الاحول. تعرف العالم ابن سينا ذي؟ يلا قل لي ماذا تعرف عن العالم ابن سينا؟ ابن سينا هو الاخ الاكبر لجن سينا. يقول لك مين اخو جن سينا؟ امانه عندك شو تقرح قلبي يا ولدي؟ قال لك ذي ينفع بالدراسة، أقول لك أنت ما تنفع بالدراسة، بصراحة عندنا فهمها. أخوك بالمدينة محمد جالس لا يشقى ويجمع بقاش ويرسل بالكم عم تدرسوا وتتعلموا. وأنتوا جالسين تمكروا أصلك عو وحاولوا ولعبوا ودواء. قال لك أخو جنسينا، اسرح يلا. قوم ذي الحين بصراحة عندنا فهمها يا دواء. اسرح ذي الحين بز الشهادة من بصراحة عندنا يلا شلها فاه. اسرح للمدرسة بز الشهادة ويمكن يسلموا النتائج. يلا قم. يلا. وذينا قدامك انا شلهفاه. قم يلا قم زرع استلم النتيجه. اقول لكم الولد ذي ما انا قرح قلبي يا ربي بلاني بذل الجهال بلوه يزبر مي. وذي مين معه؟ اينو اللي هاني؟ منو؟ اينو كان هاني؟ صلى على النبي يا ولدي، مين معاه؟ اينو اللي كان هاني؟ انا ابوك يا ولدي، مين معاه؟ انا ايش اللي هاني؟ منو يا ولدي؟ مين معاه؟ هذا اللي كانوا جنبك انا؟ مين معك يا ولدي؟ اقول لك ما بحد ذي الولد، مين معاه؟ انا ايش هذا؟ صلى على النبي، صرت ادور بعده سي. انسى، ادور بعده. انا اعتذر. وذي الولد الثاني قد قرع قلبي من يوم ما جنن، وهو جالس كذا كله بالمعقره ويمكنني له الطول اللي لونها. انا سر بنفسي يا ربي. يا با ما هذا اللي علينا هذه السنه؟ ما هذا البرد؟ يا با ما لك ايش بتدور؟ ما بلا ندري وين ضيعت التلفون. ها ضاع التلفون عادي لو ضاع عليك، عشان مرة ثانية توقع رجال ودرون بتخبي. انا مش من التلفون. مش من التلفون؟ خلاص من ايش؟ انا من الصور الذي داخله. ما من صور؟ الصور حق انوس حبي اللي في المدرسة. ها وبعدين ليش متغطية كذا؟ ايش رأيك؟ امانا نقدر البرد هذا يبس عظامني، لكن ما ينفع يعين الله. كيف تبرد وانت مزوج؟ كيف ابرد وانا مزوج؟ يعني قد المزوجين كلهم دايفين مه؟ يا ولدي هذا الايام من شده البرد قد البطانيه بتدور من يدفيها. وبعدين امانه عليك حسسني معمره قد جننتني قرحت قلبي.
أمانة عليك من ولدي ودف بك تتزوج. والله يا ولدي ما عاد أذكر من هو لأنه غرمائي غيره. وبعدين أنت عليك إيش؟ هذا الأيام البنت دخل والمقوت بدأ يغير رقمه. أيوة مثل البنت أول ما يخطبوها. ما هذه صدقك يا ولدي. وبعدين قدر المقاوته هذا الأيام بيركبوا كاميرات مراقبة. وبعدين يا ولدي في هذا الأيام في البرد ما مرتاح على القصير يلف البطاني عليه 3-4 مرات ساعة سمبوسة. أما الطوي حرام إنه بيجلس سكسي كلها ما فج. وبعدين إيش تدري كيف عيد لو ما تزوجت؟ والله يا ولدي ما بالله مرة صليت الظهر في الجامع تمام وأنا خارج من الجامع شفتها وهي داخل البيت وبعدين صرت خطبتها وتزوجنا. أيوة وبعدين وضلعي يا ليتني هذا اليوم صليت في البيت. وبعدين يا ولدي انداري ايش اجمل ما في المرأة. ايوة داري ايش قلبها. قلبها ليش؟ لانه مدمكة. اي يا بابا اشتري درم جديد. حسبي الله انا ناقصك ذا الحين يا ولدي ما قد بش معي زلط هذا الايام لكن اصبر يومين ثلاث لو ما يقع قل شيء وصرنا نشتري لك تلفون. انت كذاب. انا كذاب؟ ايوة كذاب وبتكذب علي. انا عمري قد كذبت عليك من قبل. ايوة كثير. طيب ليش مستغرب هذه المرة؟ انا ما دخلني اشتري تلفون دلخي. بين اقول لك ما قد بش معي زلط قوم انقلع من قدامي لا تكونش ثقيل دم. ايش معنى ثقيل دم؟ شوف يا ولدي معنى ثقيل دم الذي كانت امه تستخدم حبوب منع الحمل علشان ما يجي وجاب الصمي. ها بس يا بابا انا ضابح. عادي عادي يا ولدي الحياة هكذا لحظات بسمات دمعات فرقات شنبة فنايل كوافي جلسة صحو جراعة. يا الله احنا وهذا الولد قوم انقلع من قدامكم. طيب وتعرفوا يا ولدي انت قد سمعت بالحكمة تعزي ايش بتقول؟ اشي الحكمة تعزي تقول بوبو ما بوش ما بوش. قوم انقلع من قدامي يلا. مالي ذا الولد هذا اما انا ما اشتي لا قولي في كل حاجة. لا لا وانا له راجعون اقوم ادخل على اللي يدش تحوش ولو الدنيا برد لكن ما نفع غصب. ايوه واحد تدخل تروش لكن اول شيء بسر كيف الميلا هو بارد. ما ليش ما مال هذا عاد انا عبيت امس وعايت غريبه والله طلع بسر الخزن. الله تبعد تروش الحين. الخزن ثلج كيف هذا تروش؟ اي فكرة اهم شيء تروش. اي فكرة ايوه اهم شيء تروش. دخل اكسر لي ثلج واخرج ما عاد افعل. ايوه نحن واحدين تاع ترويشه انزل غير اخمته فوقنا ساعه دجاجه وارجع اتروش ما انفع البرد. مدلل الجهال امانه يقول روح القلب يقول روح القلب امانة معي جهال يعني ما اقول لكم كبروا عمري اقول لكم قدر خلاص يا جنان الحين هذا منصر لا يسرح يضرب لنا انك اي واحد بالقريه يقرعوا المعقر اقول نصيح المعتصم وا معتصم يسرح يبصر عين اخو وا معتصم بابا مالك صيح لك صيح لك صيح لك كم مالي صيح نجل ها فرس ذيه اسرح اسرخوا نزل المعقره وطلع للقريه وانزع كيف انزل اخوك هذا هذا المجنون بز المعقرة ومكني انا وانا وانا افتجعكم من المعقرة اقول كله طلع دور بعده وسع سرعة بسرعة انا يلا سابر بشر الله الدلا عندك هل جحل لله امانة كملوني فجعة الا مكن الله ذياب وله وطاو امانة الجحل بسبر ابا للعودية جلسني يا ولي والعنو والعنو يا ولدي اللي عكس دم جلسني يا مي معاه بارك بارك مي بارك لك مي بارك مي وذية مي هاو الله المستعان يا ابا قد كل الناس باركوا لي لا انت ما قد باركت لي. نعلمي هو بارك لك علامي اتكلم لعدك وما بارك لك بتيال باكوره طلعين النتائج حقنا صدق طلعنا النتائج بشرني بشرني اكيد انك ناجح صح ماشي ماشي ما نجحت ولا من تقول مي كيف ما نجحت مي قصتك قصتي كم قد اللي انا في صف خامس 4 سنوات ايوه 4 سنوات بس ذا الحين خلاص وفيت الخامسه قصتك رسبك بين صف خامس وذا الحين شد عيد السنه مه بالضبط وعاد احضر الماجستير في صف خامس
يا بابا، بمناسبة إني قاعد أحضر الماجستير في صف خامس، أتمنى أمنية واحدة بس يا بابا. هو رسب واربع سنوات بنصف خامس وتيا الخامسة، وعادك تقول معك أمنيات وشتاني حقك رغم الأمنيات دي. يلا قل لي ما هي الأمنيات حقك يا فرس اللحلة، قل لي ما هي الأمنية. بس يا بالي أمنية واحدة هالشي. قل لي ما هي الأمنية دي، حسكن أنت والأمنية ما هي. يا با أتمنى إني أشوف أب واحد في حياتي، مش اثنين. أب واحد من إن أنت أمانة بالرقبة يا ولدي، من يوم ما خرك على الدنيا دي والدنيا مظلة ما عاد نصطاد الحياة، لكن انت امانه بالرقبه تيتي ومالك الا حقق الامنيات اياه. يا با انت تشنى ورع انا اقول لك ما نتشنى جنى هذا قدامك يا ولدي، الا عالج الامنيه وبر الذمه ذي الذي على رقبتي وعالجك يا ولد الله يدي رزقك.